تعالوا نتعلم مع بعض كده دلوقتي ازاي نرسم السكال بطريقة بسيطة جدا بدون اي تعقيدات. الاول هنبدأ كده في النص كده، نعمل ايه المنطقة بتاعة النوز، نعمل خط كده صغير في النص اهو، وبعدين خطين موازيين ليه، يعني خطين جنبه كده بس اطول شوية بالمنظر ده، ماشي. وبعدين اوصلهم من تحت كده، وبعدين من بره هنا كده هعمل خط كمان اللي هي التجويف بتاع العين بقى اللي اسمه اوربت. طبعا انت جبت العين من جوه اضيق من بره شويه، فانا هعمل خطين كده هنا واطلع على ايه، على واسع كده لبره كده بالمنظر ده. زي النضاره كده، ماشي بالمنظر ده كده. وبعدين بقى نخلص المنظر ده من اطراف الخطوط اللي فوق كده، اوصلها مع بعضها. طبعا دي الفواصل بين العظم وبعضه، ممكن اظبط دي شويه. بعد كده اروح رسم التجويف بتاع الفتحه بتاعت المناخير النوز، يعني عامل زي الكمتراية كده. فيها شوكه في النص كده هنا. وبعدين بعد ما رسمت التجويف بتاع العين بره كده هعمل خط كمان هنا كده وخط هنا كده، ماشي. والخط ده هعمل بيه حته كده ايه، عامل زي البالونه تحتها كده اللي هي المنطقه بتاعت الوجنه. نحاول نخليها متناسقة شوية. بعد كده نخلص الجزء اللي فوق ده. طبعا العظم ده كده فيه فواصل موجودة هنا بالمنظر ده كده. أنا رسمت نضارة كده بالشكل ده، مش ده دراع النضارة بقى وبتاع. وبعدين تيجي في نص الخط ده كده، أروح أرسم إيه زي قبة كده، بص من أول هنا كده لغاية هنا، ماشي بالشكل ده. المنظر ده كده تمام، اللي هي الجزء الايه العلوي من الجمجمة هنا كده. بعد كده تعال نشوف تحت بقى هنعمل ايه في الجزء ده هنا. هعمل نقطة هنا كده ونقطة هنا، وارسم منها كيرف بالشكل ده وكيرف كده تمام. وبعدين هاجي من نص الخط بتاع النوز ده كده، المناخير هنا كده، اروح اعمل ايه خط منقط عمودي كده تمام، عشان اوضح الايه الاسنان هي اللي بتظبط الايه الرسمه بتاعتنا، بتوضحها يعني، بتديها كده ايه نوع من الحيويه شويه. فهاجي هنا كده ارسم اسنان، طبعا في عندنا قواطع 4 قواطع، فارسم 2 منهم الاول كده هنا، طبعا النص هنا زي النص هنا، ادي 1 2، وبعدين ادي الناب، الضروس بقى هنا ادي 1 2 3 4، طبعا بيصغر عشان احنا بنبص ايه ده منظور كده بيرجع لورا كده يبقى اصغر يعني. نفس المنظر ده في الناحيه التانيه، ادي 1 2 ناب، وبعدين الضروس بقى اهي، وارسم منها خطوط كده ايه طويله كده بالمنظر ده، ماشي بالشكل ده كده تمام. وابدا اوصلهم نفس عكس الكيرفز ده، هحتاج اعمل كيرف تاني فوق كده بالمنظر ده، تحت بقى كده نفس المنظر، بس طبعا ايه هنا هعمل بس خطوط كده بالمنظر ده. الاسنان تحت بقى اصغر شويه يعني، هنا في النص كده القواطع اللي تحت اصغر من اللي فوق، فهعمل خط كده هنا اهو، خطيني زي اللي فوق بقى كده ماشيين كده ايه، بس اقرب شويه منها بالشكل ده تمام. واعمل برضو ايه كيرفز كده من تحت بالشكل ده، طيب كده ايه ده الفك العلوي ده الفك السفلي. بعد كده تعالى نبص بره هنا كده، اعمل نقطه هنا كده ونقطه هنا بالمنظر ده كده جنب الخط اللي هو الكيرف ده كده، وشايفين اخر درس فين كان هنا كده اهو بالمنظر ده، اوصله بايه بالنقطه دي كده، هنا برضه نفس الكلام اهو. وبعدين هعمل خط نقطه تانية بره كده، وهعمل خط عمودي شويه كده بالمنظر ده كده بس. وبعدين اكمل بقى الايه الفك السفلي كله تمام، ممكن نظبطها شويه عن كده تمام. ده منظر السكال كده تقريبا كله على بعضه.
طبعا بقى عايز بقى اوضح فيه بعض فواصل في البون موجوده هنا او في العظم هنا موجوده. نيجي مثلا هنا في الايه، في العظمه دي، دي عظمه لوحدها، نعمل فاصل هنا كده، ماشي، فاصل هنا كده، هنا برضو فاصل تاني اهو كده، يعني دي كل عظمه على بعضها كده، ودي عظمه ودي عظمه تانيه. ده بالنسبه للمنظر عامل الايه للجمجمه. دي رسمه بسيطه جدا، يعني في 5 دقايق كده عرفنا نرسم الايه الجمجمه ازاي.